بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم أفضل الصلاة والسلام؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم زميلكم أحمد بتاع الفرقة 4. إن شاء الله نشرح مع بعض النهاردة بعض الكيسز في الأمينو أسيد اللي خدناها، الكيسز الخاصة بالأروماتيك أمينو أسيد. إن شاء الله تكون محاضرة خفيفة عليكم ونستمتع بيها كلنا إن شاء الله. إحنا خدنا الأربعة أروماتيك أمينو أسيد، الفرقانين والتيروزين والهيستيدين والبرولين والتريبتوفان، تمام؟ هنبدأ ناخد النهاردة كيسز او مشاكل بتحصل، ايرور يعني بتحصل في الميتابوليزم بتاع الاربعه امينو اسيد دول، سواء انزيم ما بقاش موجود، سواء حصل مشكله في الابزوربشن، ايا كان المشكله اللي هتحصل هتبدا تديني كيس. هناخد امثله عليها دلوقتي وبنقرا في الكيس دي اللي بلاقيها فيه والكلينيكال بيكتشر والسيمتوم والساين اللي بقولهم على العيان، وبعمل لها دايجنوز ازاي، اشخصها ازاي، وفي الاخر ابدا اعالجها ازاي. تمام ماشي. احنا خدنا اول حاجه الفلانين انتيروزين، هنبدا نتعرف على الامبورن ايرور اللي بتحصل فيهم. عندنا أربعة important error، أول واحد فينايل كيتونيوريا، وده بسبب deficiency في إنزيم اسمه فينايل ألانين هيدروكسيليز. تاني حاجة تيروزينيميا، عرفنا إن التيروزينيميا تلات أنواع، تيروزينيميا تايب 1 و 2 ونيونيتال. تايب 1 بسبب إنزيم اسمه فيمورايل أسيتو أسيتيت، تايب 2 بسبب إنزيم اسمه تيروزين ترانس أمينيز، ونيونيتال بسبب بيتا هيدروكسي فينايل بيروفيت هيدروكسيليز. تالت حاجة الألكابتونيوريا، وده بسبب deficiency في إنزيم اسمه هوموجينيتيز أوكسيديز. اخر حاجه الالبينيزم، وده ديفيشنسي في انزيم اسمه تيروزينيز اللي موجود فين؟ في الميلانو سايت. هنبدا ناخد الكيس دلوقتي ونبدا نتعرف على الكي ووردز اللي موجوده اللي هتبدا تعرفنا وتخلينا نشخص المرض ده. اول حاجه كيس 1، هو بيقول لنا احنا هنبدا بقى نمشي واحنا ماشيين كده ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن تفيدنا. اول حاجه هو بيقول لي 2 ويك اولد تشايلد، طفل عنده سنتين اسبوعين، خلاص ابوه وامه جابوا الامرجنسي زابيرنت وورد فيرفول، هو الاب والام هم جايبينه عشان خايفين من حاجه معينه، بين ان احنا عندي زي نود بلاك ديسكالوريشن اون ذا بابر، هم المشكله اللي جايين بيها بس ان هم بيلاقوا بلاك ديسكالوريشن موجود في الدايبر بتاعه، الدايبر اللي هو الحفاض، تمام، بين ان هم فاكرينه ان هو اتسمم وهم جايبينه بسبب المشكله دي، فخايفين ان هو يكون حصل له حاجه. زي هاد ديلي ديسبوزنج وان اوف ذا تشيلدز دايبر، لما هم سابوا الدايبر فتره في الهواء يعني ما تخلصوش منه، لقوا ان هو بيحصل بلاك ديسكالوريشن، يعني كل ما تسيبه فتره اكتر في الهواء بيحصل بلاك ديسكالوريشن، تمام. بعد كده بيقول ان تشايلد دايبر تيرن بلاك اف كيد اند وورد فور ا لونجر تايم. بعد كده البيدياترين اللي معاهم بقى بدا يشخص الطفل ده ان هو عنده فيه ديفيشنسي او ديس اوردر في امينو اسيد معين، خلاص يبقى احنا عرفنا ان هو الطفل ده عنده مشكله ان بيحصل بلاك ديسكالوريشن في الدايبر بتاعه، والطفل ده جات له المشكله دي اسبوعين بعد الولاده، يعني هو الطفل ده هنتنبأ ان المشكله دي مشكله جينيتك جايه من الاب والام. بعد كده يبدا يحصل ان انا عندي البيدياتري بتاعه او طبيب الاطفال بتاعه بدا يشخصه ان هو عنده مشكله في الامينو اسيد، خلاص. الاسئله بقى، وش امينو اسيد باس واي از امبليكيتد ان ذيس فينومينا، ايه هو الامينو اسيد اللي في الحاله دي، وات از ذا كوز اوف بلاكنينج اوف ذا دايبر، ايه هو البلاكنينج اللي حصل ده، واخر حاجه ازاي هبدا اعالج الحاله دي، خلاص يبقى دي جيس جات لنا، تمام. هنبدأ نتعرف بقى دلوقتي على ايه هي الحالة دي، ماشي. احنا عندنا الحالة دي اسمها الكابتونيوريا، من الحالات اللي فاتت والتشخيص اللي احنا شخصناه من الحالة اللي فاتت الكابتونيوريا. طب يا دكتور ايه هو الكابتونيوريا؟ فاكرين الملخص الطب ده اللي احنا كنا قلنا ده الميتابوليزم بتاع الفلاين انين، فلاين انين يدي تيروزين، التيروزين يدي 4 هيدروكسي فينايل بيروفيك اسيد، وبعدين يدي هيموجينتيسيك اسيد، الهيموجينتيسيك اسيد بالهيموجينتيسيت اوكسيديز هيبدأ يديني ايه؟ ثانيه الملايو اسيتيك اسيد، تمام. المهم يعني هو الهيموجينيتيك اسيد ده هيدي المركب ده، خلاص المركب ده بيتحوله لبعض، الهيموجينيتيك اسيد بيتحول الفتره المركب اللي بعده بانزيم اسمه ايه، الداي اوكسجينيز، حلو. فلما الانزيم ده يبدا يحصل له ديفيشنسي هيبدا يدي لي حاله عند إيه اسمها الكابتونيوريا، حلو. طب نيجي نعرف ايه هي الكابتونيوريا دي، يلا بينا. اول حاجه هو بيقول لك احنا عرفنا ان الطفل ده جات له الحاله من اسبوعين، معنى ذلك ان الكابتونيوريا ايه؟ جينيتك ديزيز ذات از كاركترايزد باي اليورين بتاعه هيبقى بلاك. طيب يا دكتور ليه اليورين بلاك؟ احنا عندنا الكابتونيوريا دي هي عباره عن حاجه، الكابتون كلمه الكابتون هو يقصد بيها الهوموجينتيسيك اسيد، ده كان كلمه قديمه كانوا بيسموها الهوموجينتيسيك اسيد. لما الهوموجينتيسيك اسيد ده مش المفروض بيشتغل عليه انزيم اسمه اوكسيديز، يعني بيأكسده، حلو، يعني الهوموجينتيسيك اسيد ده من الحاله الطبيعيه ليه ان هو يتأكسد، تمام. طب الهوموجينيتيك اسيد ده جوه الجسم انا مش بلاقيه بيتاكسد في الجسم، او ما بلاقيش الديسكالوريشن بتاعه ده في الجسم، ليه؟ لان هو في الجسم بيتحول على طول بالميتابوليزم للخطوات اللي بعده، انما لما حصل انزيم ديفيشنسي بدا الهوموجينيتيك اسيد يزيد في الجسم،
تمام، لما زاد في الجسم بدل الهيموجينيسيك اذى يتاكسد، فلما حصل له اكسده بيبدا يروح يترسب في التشو ويبدا يديني بلاك ديسكالوريشن. بس هي الفكره مش على البلاك ديسكالوريشن بس، هي الفكره ان الهيموجينيسيك اسيد ده بيروح يترسب في اماكن تانية زي الجوينت والكارتريج، ويبدا يديني البلاك ديسكالوريشن بتاعها، ويبدا يعمل لي انفلاميشن في المنطقه دي، فابدا احس ان الشخص ده عنده مشكله في الجوينت. بس ده طفل يعني، انا لسه ما يعني الطفل لسه ما قدرتش اشوف السيمتومز دي عليه، بس لاني ابوه وامه جولي بدري وعرفت من خلال البلاك ديسكالوريشن اللي بلاقيه في الدايبر بتاع الطفل. تمام، يبقى الكابتون يوريا ايه؟ الكابتون نسبه للهيموجينيسيك اسيد، الكابتون يوريا لان كميه الهيموجينيسيك اسيد كانت زياده نتيجه الديفيشنسي بتاع الانزيم ده. حلو، الهيموجينيسيك اسيد ايه مشكلته؟ ان هو بيروح للجوينت ويروح للكارتريج ويروح لاماكن تانية في الجسم، يبدا يتاكسد هناك. تمام، طب لما يتاكسد هيحصل مشاكل هناك في الجوينت او في الكارتريج الموجود فيه، يبدا يحصل انفلاميشن في المنطقه دي، وتبدا تظهر على الشخص المشاكل. تمام كده ماشي. طب نيجي نقرا اللي موجود بلي الكابتن يوريا هو جينيتك ديزيز، وعرفنا ان هو جينيتك، ان هو عشان كده الطفل جاي لي بدري، جاي لي باسبوعين. حلو، بلي نما هو اوتوزومال ريسيسيف مش اوتوزومال دوميننت. تمام ماشي، عشان كده ما اوتوزومال دوميننت كان كنت هلاقيه على حد من الاب او الام. تمام، انما هو اوتوزومال ريسيسيف. ماشي، بيحصل ديفيشنسي في انزيم اسمه ايه؟ هوموجينيتيك اسيد اوكسيديز. تمام، الانزيم ده بيبدا يعمل ايه؟ هو موجود في التوكسيك برودكت بتاع اثناء الميتابوليزم بتاع التيروزين. جميل، الهوموجينيتيك اسيد ده اصلا كان اسمه ايه؟ احنا قلنا ان هو ايه كان اسمه؟ الكابتون. جميل، بين ان هو هارمفول للبون والكارتريج، بيروح يترسب هناك ويبدا يعمل مشاكل هناك. بعد كده بيقول ان الهوموجينيتيك اسيد ريمين ان ذا بودي، وبيبدا يحصل له ديبوزيشن فين؟ في البون عند كارتريج. حلو، يبدا يتحول لماده بوليموريك ماتيريال. ماشي، طب احنا عندنا في انه يترسب، انه يحصل اكيموليشن للهوموجينيتيك اسيد ده، سميناها ايه؟ سميناها اوكرونوزس. اوكرونوزس يعني هيحصل اكيموليشن للهوموجينيتيك اسيد ده جوه فين؟ جوه البون والجوينت والكونكتيف تيشو اللي موجوده عندنا، فسميناها اوكرونوزس عشان لو المصطلح ده جانا في الام سي كيو. حلو، وقلت لك ان انا عندي يعني انا سميتها اوكرونوزس ليه؟ عشان انا عندي كونديشن او الديسكالوشن اللي بيحصل ده بيبقى شبه الاوكر، لايك شبه الاوكر. تمام، ببدا اشوف بقى الحاجات دي، يعني ببدا اشوف الديبوزيشن بتاع الماده دي، ببدا اشوفه تحت الميكروسكوب، ولينا صوره كمان هنشوفها في السلايد اللي جاي. حلو، زيز بلومايز هيموجينيتيك اسيد برودكت ار اكسكريتد ان لارج اماونت ان يورين، يبدا يخرج في اليورين. حلو، مش احنا قلنا ان الهيموجينيتيك اسيد بيتاكسد، فهو هيبدا يتاكسد ويبدا يدي لي ايه؟ يبدا يدي لي البلاك بيجمنت اللي بلاقيها في اليورين. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو الديفينيشن وايه هو البيكيميكال، البيكيميكال رياكشن اللي حصل عشان يديني البلاك ديسكلوريشن. بعد كده دي صوره اهي للهيموجينيتيك اسيد لما حصل اوكسيديشن، بدا يترسب في التشو وابدا يديني الديسكلوريشن اللي بيحصل. تمام، بعد كده كلينيكال مانيفيستيشن، العيان هيجي لي بايه؟ هو بيقول ان البيشنت عامه ما بيجيش بسيمبتومز كتير، احنا قلنا يعني الطفل ده جاي ببلاك ديسكلوريشن، طبعا الطفل مش هيعرف يشتكي، هو بيقف الاول خالص ايرلي ادلت لايف، مش احنا قلنا ان هو جينيتك. تمام ماشي، بيقول ان احنا عندنا الايرليست ساين بتاع الكونديشن ان هو دارك ستينينج فاوند في النيبي والدايبرز، بلاقيه بلاك ديسكلوريشن كده في الدايبر بتاع الطفل. طب تاني حاجه ايه هي الموست اوبفيوس، يعني ايه هي الحاجه اللي انا ممكن اشوفها على العيان؟ بان احنا عندنا الكارتريج بتاع العيان، مش احنا قلنا هو بيترسب في الكارتريج، هلاقي ان في اوبفيوس ساين هي سيكنينج وبلوش ديسكلوريشن في الاير بتاع الكارتريج بتاع الاير، الكارتريج اللي موجود في الاير يبدا يحصل له ديسكلوريشن بسبب الديبوزيشن بتاع الهيموجينيتيك اسيد. بعد كده بيقول لك ان انا عندي ممكن الطفل ده ممكن او ممكن الشخص ده يشتكي من مشكله في الجوينت او ارثروباسي، هي مشاكل كتيره في الجوينت نتيجه ترسب الماده دي. تمام كده، طب ما عرفنا بقى ان في ممكن البون والكارتريج واللور باك والني والشولدر، الحاجات دي كلها هي الموست افكتد. بعد كده عرفنا ان هو ممكن برضه يترسب في اماكن تانية زي الهارت والبلاد فيزل، وممكن يحصل له كالسيفيكيشن ويبدا يعمل لي اثيروسكلوريتيك، لو هو حصل له مشكله لو اترسب في الارتري يبدا يحصل له كالسيفيكيشن عليه ويعمل اثيروسكلوز ويحصل تصلب في الشرايين دي. تمام، بعد كده ممكن يحصل لي بيجمنتيشن في السكريره، ممكن يحصل لي سكين كلر تشينجز، حاجات تانية كتير. اهم حاجه ان انا اعرف ان هو هيبدا يترسب في اماكن تانية كتيره في الجسم زي الجوينت والكارتريج والهارت والبلاد فيزل والسكين، ويبدا يظهر لي المشاكل بتاعه، سواء انفلاميشن سواء بلاك ديسكلوريشن او اشكال حاجات كوزموتيك. العيان متضايق من الالوان اللي بدات تظهر على المناطق دي. تمام ماشي، دي برضو اشكال اهي، يعني هو هنا شايفين البلاك ديسكلوريشن اهو، بلو البلاك ديسكريشن برضو هنا اهو في السكليره، برضو ده على السكين بتاع العيان. طبعا ده لما بحصل له بلاك ديسكريشن في اليورين
وطبعا دي لما حصل في الجوينت حصل بدأ يحصل ارثروباثي في الجوينت اللي موجود عندنا. بعد كده طب الدياجنوز ازاي؟ انا هبدا اشخص الكابتن نيو ديت ازاي؟ يقول لي انا هبدا اعمل اجيب الهوموجينيتيك، طبعا عرفتها من الكلينيكال العيان، عيان حكى لي وانا عرفت، لكن انا عايز اعمل كونفيرميشن، ببدا اعمل اشوف الهوموجينيتيك اسيد ده واجيب اليورين بتاعه وابدا اعمله على حاجه اسمها كروماتوجرافي. كروما يعني حاجه ليها علاقه بالالوان، توجرافي يعني انا هبدا اشوف التغير في الالوان ده حصل بسبب ايه. تمام ماشي كده عرفنا الدياجنوزس. بعد كده التريتمنت. طب احنا عندنا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ انا عندي المشكله عندي ان الهيموجينيتيك اسيد بيروح للتشو ويحصل له اوكسيديشن. طب انا عايز ادي حاجه انتي اوكسيدنت. ايه الانتي اوكسيدنت اللي احنا عارفينه؟ فيتامين سي. عارفين فيتامين سي؟ عارفين مثلا لو مثلا البنات اللي بتقف في المطبخ مثلا وتعمل عصير ليمون او كده، لو جيت في مره او لقيت والدتك في البيت بتقول لك او بتقول لك احنا عندنا عايزين الليمون ده نشربه بسرعه عشان ما يسمرش، صح؟ طب ولو سمر بنحط عليه ليمون. ليه ليمون؟ ليمون ده فيتامين سي. ليه بنحط عليه ليمون؟ عشان هو انتي اوكسيدنت. يعني ايه انتي اوكسيدنت؟ يعني بيمنع الاكسده اللي بتحصل في العصير، فبالتالي انا بدي هنا فيتامين سي لان هو بيقلل الاكسده بتاعه الهيموجينيتيك اسيد. حلو، وعرفنا ان هو لايف لونج ديزيز، هو اصلا حاجه جينيتك ويبقى لايف لونج على طول، وان انا امنعه دي فيها مشكله. حلو، طب انا عندي دلوقتي ايه المشكله؟ ان انا عندي الهيموجينيتيك اسيد بيتكون كتير. تمام، فانا عشان امنع الهيموجينيتيك اسيد انه يتكون كتير اعمل ايه؟ اقلل الانتاج بتاع الامينو اسيد اللي جايبينه اللي هم الفلانين والتيروزين. يبقى انا منعت الهيموجينيتيك اسيد انه يتكون، ولو اتكون بديله فيتامين سي عشان يمنع الاكسديشن بتاعته. يبقى احنا كده خلصت اول حاله اللي هي الكابتون يوري. نيجي مع بعض في ثاني حاله، بيقول ان في طفل عنده 2 مانس يعني شهرين. تمام، هي طفله was brought by her parents for consultation. اب وام جايبين بنتهم الصغيره. البنت الصغيره دي لقوا فيها ايه؟ لقوا ان عندها بيل سكين، السكين بتاعها بيل، وبلوند هير اند بينك ايريس، في مشكله في لون الشعر والايريس اللي هي الحزقيه بتاعه العين اللي بتدي لون العين اللي هو يقول لك عينه خضراء وعينه زرقاء، هي دي اللي بتدي اللون. تمام، ذا بيبي جيرل was otherwise healthy، هي كانت كويسه feeding well وبتاكل كويس، but was unable to fix the gaze. يعني ايه fix the gaze؟ يعني انت عارف لما بتبص بعينك وتركز على حاجه معينه، لا هي الطفله دي ما بتعرفش تركز على حاجه معينه، اما تيجي تبص على حاجه كده ما بتقدرش، ماشي، عينها تزغلل او تحصل فيها مشكله. parents revealed that their first two children boy and girl، هي بتقول انها عندها البوي والجير، عندها ولد وبنت، الاثنين دول كان عندهم نفس المشكله اللي اسمها ايه؟ complete albinism. يعني ايه albinism؟ بص الصورة دي، عارفين الصورة دي بتشوفها كتير صح؟ الصورة دي اسمها البنزم. البنزم يعني ايه؟ يعني حصل مشكلة في الميلانوسايت اللي بتديني اللون بتاع السكين في الجسم كله، هو مش في السكين بس، طبعا بتبقى موجودة في الهير وفي الايرز وفي اماكن تانية كتير، فبالتالي انا لما حصل مشكلة في الميلانوسايت ما بقتش تكون لي ميلانين، بدأ يحصل الشكل العيان اللي سميناه البنزم. حلو، نرجع تاني للكيس، هو بيقول لي انها كان عندها كومبليت البنزم but the parents themselves were normal، بس الاب والام كانوا نورمال. حلو، the eye examination of the child show absence of pigment in the retina، لما جينا عملنا examination لقينا ان الريتنا اللي هي الشبكيه في العين ما فيهاش اي بيجمنت، و diagnosis of albinism was made for the child. يبقى هو احنا لخصنا خلاص ان الحاله دي ايه؟ البنزم. حلو، what is the effect in albinism، ايه اللي حصل في البنزم عشان يبدا يديني المانيفستيشن دي او السيمبتومز اللي ظاهره على العيان دي؟ وات ذا باترن اوف انهيرتنس، يعني ايه الوراثه؟ هل هو اوتوسومال دوميننت ولا اوتوسومال ريسيسيف؟ هو بيقول لي فوق ان هو البيرنتس وور نورمال، يعني البيرنت ما نقلوش، مش هما اللي نقلوا. حلو، يبقى دي اوتوسومال دوميننت ولا لا؟ لا مش اوتوسومال دوميننت، يبقى دي اوتوسومال ريسيسيف. هاو كان ذيس ديزيز بي تريت؟ نبدا نعرف مع بعض دلوقتي. تمام كده؟ ماشي. يبقى في الاول الالبينيزم هو عباره عن ايه؟ ديفكت في المنيين برودكشن. حلو، هي دي الملايين بودرش حصل فيها مشكله، ذات ريزلت ان ليتل اور نو كولر بيجمنت، مبقاش فيه كولر بيجمنت فين؟ في السكين والهير اند ايز، يبقى حصل مشكله في السكين والهير والاي، مبقاش فيهم ملايين بيتكونوا. البايكوميكال ديفكت حصل فيها، البايكوميكال ديفكت هنبدا نشوف ايه اللي حصل خلى تظهر على العيان الاعراض دي. حلو، بدا يقول لي ايه؟ ان في اوكيلو كيوتينوس، في مشكله في الاي ومشكله في الجلد. از ان اوتوزومال ريسيسيف، عرفنا ليه اوتوزومال ريسيسيف؟ عشان ابوه وامه او البيرنتس بتاعت الطفله دي كانوا نورمال. انهيرتد ديس اوردر ذات از كوز باي ديفكتيف انزيم اسمه ايه؟ التيرونيز، التيروزينيز. مش احنا عارفين ان احنا كنا خدنا في المحاضره ان التيروزينيز ده اللي هو كبر ديبندنت كان بيساعد في تكوين الميلانوسايت اللي هو كان برضو الهرمون اللي اسمه ام اس اتش،
حلو. فهو هنا الانزيم ده حصل فيه ديفيشنسي، بدا اللي يحصل، بدا ان التيروزين ما يتحولش للميلانوسايت، او ما يتحولش يكون للميلانين، ماشي تمام. بدا كده يبدا بعد كده بدا الميلانين ما يتكونش، لان انا خلاص وقفت الانزيم اللي اسمه تيروزينيز، اللي كان بيحول التيروزين لميلانوسايت. بعد كده regard the amount of interference with melanin production، دايما هلاقي بروبلم في الفيجوال سيستم. يبقى انا على لو كان الميلانين ده يعني الانزيم اللي اسمه تيروزينيز ما كانش بي كان يعني كان الى حد ما قليل، يعني مثلا لو كميته 2 جرام او كان 1 جرام او كان صفر اصلا مش موجود في الحاله دي، او في الحاله دي لازم هلاقي مشكله في الفيجوال سيستم. ليه فيجوال سيستم؟ احنا عندنا فيجوال سيستم في شبكيه ورا، تمام. الشبكيه دي عشان يبقى موجود فيه تبدا تديني تبدا تشتغل شغلات طبيعي، بيبقى فيها جواها بيجمنت سواء موجوده في الرودز والكونز اللي موجوده هناك. البيجمنت دي هي اللي بتستقبل الضوء وتبدا تديني وتخليني اشوف الحاجات اللي حواليا. فلما يكون في مشكله في البيجمنت اللي موجوده في الاي او في الريتنا دي، هبدا من خلال كده هيأدي ان انا مش هقدر اشوف كويس، هيبقى في مشكله عندي في الفيجوال سيستم. فبيقول لك ان انا سواء كان اي سواء المشكله دي كانت قليله او كبيره، لازم يحصل مشكله في الفيجوال سيستم. فبالتالي هو بيقول لك ان هو بيلعب فايتال رول في الديفلوبمنت بتاع الريتنا والاوبتيكال نيرف باسوي. لحد دلوقتي تمام؟ تمام. ودي صوره الالبينيزم اهو عشان لو حد مش عارفه. بعد كده نبدا ناخد المانيفستيشن، ايه اللي هيظهر على العيان ده؟ العيان احنا عندنا قلنا في السكين وفي الهير وفي الاي، فنبدا نشوف ايه اللي حصل. اول حاجه بين انا عندي مشكله ابسنس الكلر في الهير والسكين والايز اوف ساي، يبدا لايتر. لايتر يعني ايه؟ يعني تبقى اخف، لونه ابيض، تلاقي لونه فاتح شويه ابيض من نورمال سكين. حلو. بعد كده بيقول لك ايه؟ انا عندي السكين، عارفين ان الميلانوسايت دي من الحاجات اللي بتمنع الالترا فايروت ريز، الالترا فايروت اللي جايه لنا من السانز من الشمس. الميلانوسايت دي او الميلانين اللي بيتكون بيبدا تحمي السكين من الانفلاميشن او اي حاجه ممكن تضر السكين. فلما يكون ما فيش ميلانوسايت، يبدا السان او الالترا فايروت ريز اللي موجوده دي تبدا تاذي الجلد اللي موجود عندنا، تمام. فبيقول ان هو increase the risk of skin damage skin cancer، يبدا يجي لي skin cancer عشان الريتيشن اللي بيحصل بسبب الريز اللي بتنزل عليا دي، وممكن يعمل سكين كانسر اهمها اللي هو الميلانوم، تمام كده. ان بيبول ويز ذيس كونديشن، يبقى احنا كده خدنا المشاكل اللي هتحصل في السكين. نشوف هيحصل ايه في الاي. اول حاجه بيقول لي ان حصل حاجه اسمها استرابيزم. استرابيزم يعني حول، هو الشخص ما بيبقاش قادر يشوف كويس، بيبدا كل شويه يحاول يشوف كويس، عمال يضغط على عينه ويحاول يجي يمين وشمال ويجيب عينه يمين وشمال، فبيحصل مشكله هتعرفه في الرباط بعد كده، ان بيحصل مشكله في العين من جوه، ان خلاص الشخص ما بيبقاش يشوف، فيبدا يجيله حول، تمام. اول مشكله حول. تاني حاجه لايت سنسيفيتي اللي هو فوتوفوبيا، هو الشخص ما بقاش يشوف كويس، فبدا كل ما الضوء يجي على عينه يبدا يحصل يجيله لايت سنسيفيتي، يعني الشخص بدا يجيله كل ما الضوء يجي على عينه تبدا عينه توجعه، لان هو ما بيشوفش، يعني البيجمنت بتيجي هو عينه بتزغل، بيحس ان عينه بتزغل، يعني كاني ايه الواحد بيجي بيعصر على عينه كده عشان يشوف، فبيجيله هيدك ويجيله صداع ويبدا يحصل له مشاكل فيه في عينه، فيجيله بسبب ذلك فوتوفوبيا. تالت حاجه رابيد اي موفمنت، هو نستجمس، يعني عينه كده بتبدا تتحرك يمين وشمال كتير بسبب ان هو مش شايف، العين بتحاول كرد فعل انها تشوف بس هي مش قادره تشوف. اخر حاجه ريفراكتيف اير، وهي المشاكل ممكن تحصل في العين زي المايوبيا او الهايبرمتروبيا اللي هو طول النظر وكسر النظر والمشاكل اللي ممكن تحصل في الاي، تمام كده ماشي. الدياجنوزس، احنا طبعا الدياجنوزس خلاص، انت الشخص جالك لقيت جسمه كله ابيض، عينه بيضه، شعره ابيض، تبص على عينه من جوه تعمله اي اكزامينشن تشوف ان الريتنا فيها مشكله. فبالتالي هو بسبب بنشخصه ازاي؟ بالابيرنس بتاع السكين والهير والاي. بعد كده التريتمنت، طبعا احنا عندنا المشكله عندنا ان بدا التيروزين انزايم مش موجود، فالتيروزين المفروض هيتحول لميلانوسايت، بس احنا عندنا المشكله ان مش هقدر اديله بقى من بره حاجه اسمها انزايم، مش هديله تيروزينيز انزايم، لا انا هبدا اعمل ريليف للسيمتومز اللي عنده دي. هو بيجي لي شكل من مشكله في السكين، فهبدا اقول له ان السكين يبدا يلبس حاجه، يحط سان بيرن، حاجات تمنع السان بيرن اللي بيتكون ده، احط سان سكرين مثلا، احط اي اوينتمنت، اي حاجه ممكن تقلل الموضوع ده. تاني حاجه اخليه يلبس سان جلاسز عشان الاي، هو جاي لي بمشكله في الاي وعنده فوتوفوبيا، فابدا اخليه يلبس سان جلاسز، وابدا اعمل اوبتيكال كوركشن للريفراكتيف ايرور اللي ممكن تكون موجوده. خلاص كده تمام، كده خلصنا تاني حاله وكانت البنسم. ثالث حاجه هو بيقول لي هو الطفل جالي اسبوعين، هما كلهم اطفال، الطفل جاله اسبوعين ويز ريفيوزال تو فيد، هو مش قادر ياكل، عنده ليثارجي، تعبان شويه، يعني في مشكله في السي ان اس، اكسسيف كراي اند اريتابيلتي، كل ده حاجات سي ان اس مانيفستيشن، ريسبولت بوزيتيفلي تو تيست فور افينايل كيتينوريا. بين ان انا عندي هو الشخص ده استجاب، عنده يعني
كتشخيص فينايلكتينوريا. حلو. A diagnosis of classical phenylketonuria was made. وتشايلد ووز مينتيند اون الو فينايل الانين دايت. فينايلكتينوريا ودي خدناها بسبب ان في مشكله في الفينايل تيروزين اوكسيديز او فينايلكتينوريا اوكسيديز. الانزيم ده كان بيحصل فيه مشكله فيبدا يتكون الفينايل الانين، يبدا يتراكم في الجسم. تمام. فعشان كده بدانا نمشيه على لو فينايل الانين دايت عشان هو يبدا يقلل كميه الفينايل الانين اللي بتدخل. لما جينا نقيس الفينايل الانين لقيناه ان هو 30 مللي جرام، التيروزين كان 2 مللي جرام، والدياجنوز بتاع الفينايل الانين عملناه وبدانا شخصنا ان الشخص ده اصلا فينايل كيتونوري خلاص، وبدانا نمشيه على لو فينايل الانين دايت. نبدا نشوف الانزيماتيك رياكشن والديفكت في البيشنت، الفيزيولوجيكال كونسيكونس والتريتمنت. هنبدا ناخد كل حاجه بالترتيب. تمام. احنا عندنا هنا طبعا ده الفينايل الانين اهو، وده التيروزين. كنا بنحتاج انزيم اسمه فينايل الانين هيدروكسيليز عشان يبدا يحول الفينايل الانين لتيروزين. بواسطه انزيم اسمه فينايل الانين هيدروكسيليز هيحول الفينايل الانين لتيروزين. عندنا الفينايل الانين هيدروكسيليز ده في حاجه بتساعد اسمها تترا هيدرو بايوبترين. التترا هيدرو بايوبترين ده هو ده اللي بيبدا يساعد الفينايل الانين عشان يبدا يحول الفينايل الانين لتيروزين. لحد دلوقتي تمام؟ جميل. انا فاكرين المعلومه دي عشان نبدا هنحتاجها بعدين. حلو. الكيس ديسكشن هنبدا نعمل نعرف ايه هو الفينايل كيتونوريا. اول حاجه الفينايل كيتونوريا هو عباره عن ايه؟ انهيرتد ايرور. يعتبر خدنا الثلاثه بتوع النهارده لحد دلوقتي انهيرتد ايرور، حاجات موروثه. ماشي. عشان كده الطفل جاي لي باسبوعين، الطفل جاي لي التاني بشهرين. ماشي. تمام. اول حاجه بيقول ان هو كاركترايزد باي مينتال ريتارديشن. طب ليه يا دكتور كده؟ يعني نفكر مع بعض كده. تمام. هنبدا يعني نفكر ليه مينتال ريتارديشن، يعني ليه الشخص ده هيجيلي بمينتال ريتارديشن. نفتكر مع بعض كده، الفلاين الانين كانت من الحاجات اللي بيصنعها ايه؟ صح، كاتيكولامين. حلو. والكاتيكولامين ده كان بيتصنع فين؟ في سي ان اس، في النيرف سيلز. تمام. النيرف سيلز بقى دلوقتي هل هي قادره تصنع الكاتيكولامين؟ لا مش قادره. فبالتالي نتيجه ان انا مش عارف اصنع الكاتيكولامين، نتيجه ان انا عندي مشكله في الميتابوليزم بتاعه، فبالتالي انا عندي مشكله في السي ان اس، فلازم يدي لي سي ان اس مانيفيستيشن زي المينتال ريتارديشن والليسرجي والارتابيليتي اللي كانت موجوده. حلو كده. تمام. بعد كده بيقول لي البيوكيميكال ديفكت. بيقول لي الفلاين الكترون هو اوتوزومال ريسيسيف، هو الطفل اللي جاي بالاوتوزومال ريسيسيف. الشخص ده بيورث يعني الانهيرتنس بتاعه او التايب اوف انهيرتنس اوتوزومال ريسيسيف. ذات از كوزد باي ديفيشنسي في انزيم اسمه ايه؟ فينايل الانين هيدروكسيليز، او الكوفاكتور بتاع اللي اسمه اللي احنا قلنا اسمه ايه؟ تيترا هيدرو بايوبترين. فبالتالي يبدا يحصل اكيوميشن الفلاين الانين في البادي فلويد والسنترال نيرفس سيستم. لحد دلوقتي تمام؟ تمام. بعد كده بيقول ان الفلاين الانين السيفيرتي بتاعت ان الفلاين الانين يزيد او الفلاين الانيميا بيبدا تعتمد على ان الانزيم ديجري اوف انزيم ديفيشنسي، هل الانزيم ديفيشنسي كان قليل ولا كتير. حلو. فبيقول لك ان انا عندي نتيجه ان الانزيم قل يبدا يزيد كونسنتريشن بتاع الفينايل كيتونيوريا او الفلاين الانين، هيبدا يزيد في الجسم اكتر من 20 مللي جرام. ان افكتد انفنت ويز بلازما كونسنتريشن هيبدا يعدي ال 20، والفينايل الانين هيبدا يتحول لفينايل كيتونز وفينايل بيروفيت اند فينايل اسيديت. تمام كده خلاص. تمام. فاحنا عرفنا بعد كده ان السيفيريتي بتاعه الفينايل كيتي او الهايبر فينايل انيميا بتعتمد على ديجري اوف انزيم ديفيشنسي. بعد كده نتيجه ان ديجري اوف انزيم ديفيشنسي يبدا يتراكم في الجسم الفينايل الانين. الفينايل الانين لما يتراكم في الجسم يبدا يدينا حاجات ويحصل له ميتابوليزم، يديني حاجه ثانيه، يديني مركبات اسمها فينايل كيتونز اللي هي الفينايل بيروفيت والفينايل اسيتيت اللي هبدا اشوفها في اليورين. يعني انا لو جيت في اليورين بصيت هلاقي ان الفينايل اسيت والفينايل بيروفيت كميتها كبيره، فيشخص لي ان الشخص ده عنده ايه؟ فينايل كيتونيوريا. بيقول ان انا عندي ان الميتابولايت دي ملهاش اي رول في الباثوجينيسيس بتاع السينيس دامج ولا اي حاجه من الحاجات دي. خلاص. يبقى هو المشكله في السينيس دامج ان بسبب ان الكاتيكولامين ما بقتش تصنع، او ان الفينايل الانين بنفسه راح يتخزن او راح يتراكم في التشو ويبدا يعمل المشاكل اللي حصلت. تمام. ماشي. بيقول لي بعد كده ان البرين هو المين اورجن افكتد باي هايبر فينايل انيميا، وسي ان اس دامج بيحصل له البيشنت بيبقى افكتد نتيجه الكونسنتريشن بتاع الفينايل انين اللي اتراكم في التشو ده، وده بيبدا يعمل لي ان انا حصل مشكله في الترانسبورت بتاع بعض الامينو اسيد زي التيروزين والتريبتوفان اللي موجوده فين؟ في البرين. يعني انا مش هبدا اوفر التيروزين في الجسم او في السي ان اس، واللي من خلاله برضه التيروزين مش هيقدر يصنع بعد كده الكاتيكولامين، واللي برضه هيبدا يديني سي ان اس مانيفستيشن اللي موجوده. بعد كده الكلينيكال مانيفستيشن بيقول لي افكتد
انفانت ده عباره عن نورمال ابيرس، هو بيتولد نورمال بس يبدا بعد كده بقى يحصل له منتال ريتارديشن، ومن الايرلي سيمتومز اللي بتحصل ان هو بيجي لي بفوميتنج، يبدا يعمل لي فوميتنج كتير. فبدا بيس دياجنوز انا ممكن الدكتور اللي يبدا يشخصه هيبدا يشخصه على هيئه بايلوريك ستينوزس، هيبقى بيس دياجنوز كبايلوريك ستينوزس. بايلوريك ستينوزس ان حصل مشكله في الصمام اللي بعد الاستومك بعد المعده اتسد، فيبدا الطفل ده يبدا يفوميت كتير، فانا افتكر ان الطفل ده عنده بايلوريك ستينوزس، وما فكرش خالص في نقطه ان هو عنده اي فينال كيتونوريا او سينس مانيفستيشن اللي عنده والحاجات دي كلها. تمام ماشي، بما انا عندي ما فيش اي فايندينج في النيورولوجيكال اكزامينشن مش هتبقى قوي، ممكن الاقي الانفانت بقى هايبر تونيك هايبر اكتيف، ان هو استجابته او ريفلكس بتاعته بتاعت هايبر تونيك. تمام، اهم حاجه عندي ان الفلاينل كيتونوريا احنا بدنا نشوف اليوريا عنده، مش احنا قلنا من شويه ان هو بيصنع حاجات اسمها فينايل بيروفيد وفينايل اسيتات، هبدا في اليورين هلاقي الفينايل اسيتات، والفينايل اسيتات ده بيبدا يديني ماستي اودر اللي هلاقيها موجوده في اليورين. يبقى انا لو جيت في اليورين ولقيت فينايل او لقيت ماستي اودر او لقيت المركبات اسمها فينايل اسيتيل او فينايل بيروفيت، دي حاجات بتديني انديكيشن ان الطفل ده عنده ايه فينايل كيتونوري. بعد كده الدايجنوزس طبعا هو بيقول لك النيونيتال سكريننج، بيبداوا يعملوا بقى سكريننج الاطفال لسه مولودين جداد، فيشوفوا الطفل ده عنده فينايل الانين زياده ولا لا. من اشهر الحاجات اللي موجوده هي حاجه قديمه، هو التيست ده قديم اصلا، بس هي من الحاجات اللي بقت ستاندرد خلاص، اي طفل ببدا اعمل له الحاجات دي عشان ابدا او التيست ده عشان يبدا يساعدني اشوف هل عنده فلان انين زياده ولا لا. الموضوع ده اسمه ايه؟ اسمه البكتيريا انهبيشن الساي اوف جوثري. جوثري ده اصلا ده التيست ماشي، ده بيحصل فيه ايه باختصار كده؟ هو بيجيبوا براد اجور ويجيبوا بلاد، ياخدوا عينه من البلاد، وعندنا بلاد اجور، بلاد اجور ده بيبقى عليه بكتيريا، البكتيريا دي بتبقى موجوده بزرعها على البلاد اجور، البلاد اجور دي بيبقى عليه البكتيريا وعليه ماده تانية بتبدا تعمل بتقلل الجروس بتاعه البكتيريا دي. حلو، يبقى الماده دي ومعاها البكتيريا، انا بقى احط من عند البلاد بتاعي، البلاد ده فيه في ايه؟ فينايل الانين. لو كميه الفينايل الانين اللي موجوده في البلاد زياده يعني في زياده في الكميه دي، بتروح تمسك في الماده اللي بتمنع الجروس بتاع البكتيريا. فلو انا عندي فينايل كيتونوريا فينايل الانين زياده في الجسم، هحطه على البلاد اجور، البكتيريا جروس ولا مش جروس؟ هيحصل لها نمو ولا لا؟ او هيحصل لها نمو ليه؟ لان انا منعت الماده اللي كانت بتمنع الجروس بتاعها، فبالتالي بدات الماده دي والبكتيريا دي تحصل لها جروس ايه براحتها. تمام، يبقى ده البكتيريا انهبيشن السي اوف جوثري، ده التست اللي ابدا من خلاله ابدا اشخص ان الشخص ده عنده فرانيل كوتينوريا ولا لا. تمام، بعد كده ببدا اشوف الليفلز بتاع بين الفرانيل الانين ده، الاطفال اللي عندهم بوزيتيف ريزلت السكريننج اللي احنا عملناه من شويه ببدا اعمله بقى ده، يعني انا خلاص شخصت ان الطفل عنده فينال انين، ببدا اشوف كميه الفينال انين زياده قد ايه. هو بيقول لي ان هو اصلا النورمال بتاع الفينال انين بيبقى 1 ميلي جرام، بس لو زاد بقى كميته زادت، بيقول ان انا عندي الليفلز بتاعته بتزيد اكتر من 20 ميلي جرام بير ديسيلتر. حلو كده، تمام. بعد كده البي اتش 4 لودنج تيست، بيقول ان دايجنوز اول خلاص انا شخصت ان الشخص ده عنده فينال كيتونوري او هايبر فينال انيميا، ببدا اشوف حصل ديفيشنسي في الكوفاكتور اللي احنا قلنا عليه اللي مع التيروزين اوكسيديز ولا لا. تمام، ببدا اشوف هل في ديفيشنسي فيه ولا لا، ولو حصل ديفيشنسي فيه انا ببدا الطفل من بره اورال دوز من البي اتش 4 ده، واشوف هل هيحصل ان الطفل ده هيبقى نورمال هيرجع نورمال تاني ولا ايه اللي هيحصل. تمام، يبقى كده هل كانت المشكله في التيروزين اوكسيديز ولا كان في الكوفاكتور بتاعه. بعد كده التريتمنت، هو بيقول لي ان انا عندي المشكله في الفينايل الانين، فانا هقلل الفينايل الانين والتيروزين قل، فهبدا ازود التيروزين من بره وابدا اشوف. طبعا انا مش هدي انزايم، يعني الحاجات دي بتبقى متقدمه قوي، حاجات ادفانسد، بس احنا الحاجات طفل صغير هبدا اقلله الفينالالانين في الاكل وابدا ازود التيروزين اللي بديهوله من بره. تمام، فبيقول لي بقى خلاص انا عرفت ان الفينالالانين اصلا النورمال بتاعه من 2 ل 10، بدا يزيد عن كده يبقى في مشكله، فبالتالي انا هبدا اشوف هل الطفل ده، طبعا الفينالالانين ده اسينشال فانا باخده من بره، فهبدا اقلل الكميه دي. بس انا ما ينفعش اقوم في مره الفرق ايه ده اقلله بكميه كتير، ليه؟ لانه مهم، هو اسينشال من بره، فلما اقلله اقلله بكميات معينه. تمام، فبيقول لي ان الصايم فلاين انين نيديد فور نورمال جلوس، ذس ريكوير دايت ذات هاز سام فلاين انين بات از ماتش لوور ذان نورمال. يعني الطفل ده هبقى اديله فلاين انين من بره، بس الفلاين انين ده هيبقى ايه؟ لوور ذان نورمال، هقلل شويه في النورمال. بيبدا بيقول لي ان الحاجات دي بقى موجوده فين، يعني الفرن الانين بيبقى موجود فين،
موجود في الميت، في اللحمه والفيش والبوتر والايجز والميلك والحاجات دي كلها، فهديله ولا ما اديهوش؟ لا، ماست بي افويدد. تمام، بدل ده انا ابدا اديله ميجرد اماونت من السيريالز، الحبوب والاسترشز والفروت والحاجات دي كلها، انا ابدا اعمل له ريكومنديشن عشان خاطر التيروزين اللي فيه اللي هو اصلا ما بقاش يتصنع في الجسم. تمام كده، فبيقول لي برضو ان الفلان انانين از سينسز باي ذا بودي، يعني هو ما بيتصنعش من البادي، لكن بالاوفر تريتمنت بتاعه ممكن يؤدي ان بيحصل ديفيشنسي في الفلان الانانين، فما ينفعش في التريتمنت بتاعه اعمل اوفر او اعمل ريستريكشن للدايت ده في الاكل بتاع الطفل كتير. ماشي، بعد كده بيقول لي ان التيروزين بيقام ان اسينشال امينو اسيد، لان انا خلاص الفلان الانانين ما بقاش يصنعه، فبالتالي التيروزين بقى اسينشال، فلازم التيروزين ده اخده من بره. حلو، ممكن بقى في بعض الحالات طبعا احنا قلنا ممكن الكو فاكتور ده هو اللي بقى فيه مشكله، فابدا ادي للطفل من بره كو فاكتور اللي هو البي اتش 4. تمام كده، يبقى دي كانت تالت حاله كانت عندنا النهارده اللي كانت تشخيصها في نايل كيتونوري. بعد كده احنا عندنا انزيم اسمه الامينو اسيد اسمه تريبتوفان. التريبتوفان ده احنا عرفنا ان التريبتوفان ده اسينشال ولا نون اسينشال، هنعرف مع بعض دلوقتي. اول حاجه احنا عندنا في ديزيز ميتابوليك اورر بتحصل في التريبتوفان ميتابوليزم. اول حاجه هارت رام ديزيز، هو عباره عن ايه؟ هو انتستاينال ابزوربشن اند رينال تيبيول، حصل ديفكت في الانتستاينال ابزوربشن والرينال تيبيول ابزوربشن للامينو اسيد اللي اسمه تريبتوفان. فبالتالي لما التريبتوفان مبقاش موجود، احنا كنا عارفين ان من اهم الحاجات اللي بيصنعها التريبتوفان هو النايسين، فلما النايسين ده مبقاش موجود اللي هو فيتامين بي 3، لما النايسين حصل له ديفيشنسي بدا يدي لي حاجه اسمها او ديزيز اسمه بلاجرا، واللي هو عباره عن سكين مانيفيستاشن. بعد كده فيتامين بي 6 ديفيشنسي، وبيزود بيبدا يزود الاكسكريشن بتاع الزانس يورينيك اسيد، وده بسبب انهيبيشن في انزيم اسمه كاينو يورينيز انزيم. تمام كده، هنبدا ناخد دلوقتي حاله دلوقتي ونعرف هي هارت رام ديزيز ولا فيتامين بي 6 ديفيشنسي. في الاول هو جاي طفل عنده 12 سنه، حلو ده كبير شويه، ادمنت هوسبيتال عنده ريد سكيل ريش اند مايلد سيريبرال اتاكسيا. يعني ايه مايلد سيريبرال اتاكسيا؟ سيريبرال اتاكسيا هي مشكله في السيريبرلم. تمام، بيبدا الطفل ده او الشخص ده ما بيبقاش ماشي متزن، بيبدا عنده الجيت بتاعته او المشيه بتاعته ما بتبقاش منتظم. حلو، هيز ماذر سو ذات ذا بوي سفرنج فروم بلاجرا، هي ظنت ان هو عنده بلاجرا. ليه؟ لان نفس الاعراض جت على اخته الكبيره، هاد بين سو دايجنوز ايرليير، اخته الاكبر منه كان جالها الحاجات دي قبل كده وشخصوها انها بلاجرا. البوي didn't have the usual dietary deficiency form of بلاجرا، هو مش ما عندوش مشكله في الدايتري، يعني هو بياخد تريبتوفان من بره كويس. حلو، يبقى المشكله مش في الدايت، في الدايت يعني هو الدايت تمام، بات لارج اماونت اوف فري امينو اسيد وير فاوند ان هيز يورين، بس هم لقوا امينو اسيد، كميه امينو اسيد كبير كتير موجوده في اليورين. يبقى المش هو بياخد من بره اكل كويس بس بيلاقوا امينو اسيد كتير في اليورين. تمام، When the older daughter had a recurrent attack of ataxia, it was found that her urine also contained excessive amount of amino acids. لما جم برضو يشوفوا أخته الكبيرة لقوا إن هي برضو عندها الأمينو أسيد كتيرة في اليورين. Two other siblings has also amino acid urea. برضو عنده أخواته التانيين برضو كان عندهم أمينو أسيد يوريا. However, four others were normal. لكن الأربعة التانيين كانوا normal. The parents were asymptomatic. طبعا الاب والام ما كانش فيهم مشكله، but a family history revealed that they were first cousin. هم برضو الحاجات دي كانت موجوده فين؟ في الكازن ولاد عمه. يبقى احنا عندنا الشخص ده هو الدايت بتاعه كويس ما فيهوش اي مشكله، بس في اليورين بيلاقي امينو اسيد كتير. الموضوع ده كان عند اخواته بس ما كانش عند ابوه وامه. هنبدا نشوف ايه الحاله دي دلوقتي، ايه الحاله. طبعا احنا عرفنا ان الحاله دي اسمها ايه؟ بلاجرا. حلو، احنا عندنا عارفين ان التريبتوفان من الحاجات اللي بيصنعها هو النايسين او فيتامين بي 3. تمام، وبرده كان عرفنا ان هو بيصنع ايه؟ ميلاتونين، وبيصنع سيروتونين. ماشي، فاحنا عندنا كيس ديسكشن هو هارت رام ديزيز. هارت رام ديزيز هو عباره عن ديزيز، الديزيز ده ايه اللي حصل فيه؟ ان انا عندي التريبتوفان انا باخده من بره كويس، لكن بيجي عند الانتستين عشان يحصل له امتصاص ما بيمتصش، فلما ما بيمتصش بيبدا ينزل في اليورين، او في لو حصل له امتصاص بينزل في الستول، او لو حصل له امتصاص بيروح للرينال تيبيول. الرينال تيبيول المفروض يخش الرينال، يخش الكليه ويرجع تاني يحصل له ابزوربشن. لا، ما بيحصلوش الابزوربشن، هيبدا ينزل في اليورين، يبقى هلاقي كميه الامينو اسيد انا ما استفدتش بيه وبدات تنزل في اليورين والستول. تمام، هو اول حاجه احنا عرفنا ان هو اوتوزومال ريسيسيف. ليه اوتوزومال ريسيسيف؟ عشان هو ما ظهرش عند ابوه وامه، عشان كده قلنا اوتوزومال ريسيسيف بسبب مشكله فين؟ في المونو امينو مونو كاربوكسيليك. هو عبارة عن ده ترانسبورت موجود فين؟ في البراش بوردر ممبرين بتاع اسمه الانتستين، اللي هي بيحصل لها ايه؟
اللي بتعمل ايه؟ امتصاص. حلو، لما بيحصل حصل مشكله في الامتصاص او بروكسيمال تيبيول في الكدني، البيشنت ده بيبدا يجيله براجر او عباره عن سكين راش، هو عباره عن سكين مانيفيستيشن وسيربل اتاكسيا وجروس امينو اسيد يوريا. ليه؟ الامينو اسيد تبدا تنزل في اليورين عشان ما حصلهاش ابسوربشن من الكدني. الريسيرشر بيليف ذات ميني اوف ذيس فيتشرز ار ريليتد تو ديفيشنسي للتريبتوفان اند النايسين سبيسيفيكالي. بيقولوا ان الحاله دي بسبب الامينو اسيد التريبتوفان والنايسين ما بقوش موجودين، يبقى انا التريبتوفان اللي خدته من بره ما استفدتش بيه حوالي النايسين، فعشان كده النايسين اللي انا ما اتحولش بسبب التريبتوفان اللي نزل على طول في اليورين ما اتحولش ليه، بدا يدي لي البلاجرا دي. بيقول ان الديس اوردر وز دي ما لهاش فايده. بيقول ان الاوبزرفد اكتشفوها قبل كده في فاميلي 4 اوف 8 فاميلي ممبر، يعني لقوها في 4 من 8 اشخاص، يعني مش مهمه. برضو الانهيرتنس بتاعه هو عرفنا ان هو اوتوزومال ريسيسيف ديفكت في الجين. المهم بقى ان هو عنده الترانسبورتر اسمه ايه، صوديوم ديبندنت نيوترال امينو اسيد ترانسبورتر، يعني في الترانسبورتر اللي كان بينقل الامينو اسيد عند ومعاه صوديوم امينو اسيد كان بيعمل اكستشينج ويبدا يحصل امتصاص ما بقاش موجود، هو ده اللي خلى فيلير في الابزوربشن بتاع الامينو اسيد دي، وبالتالي انا ما استفدتش في التريبتوفان وبالتالي النايسين ما تكونش فجالي بلاكرو. الباثوجينيسيس هو بين البيرسون بالهارت نبض زيد ما بيحصل ما بيعمل لي ابزوربشن للامينو اسيد. حلو، لا من الانتستين ولا بيعمل ابزوربشن من الكدني. بعد كده يبدا يقول لي الامينو اسيد اللي كانت موجوده او عشان ما حصلش ابزوربشن تبدا الامينو اسيد اللي عندنا دي تبدا تخرج في اليورين زي التريبتوفان، فبالتالي كميه الامينو اسيد دي انا ما استفدتش بيها، فالجسم بدا في نقص، بس في نقص انا مش من الدايت بتاعي، لا ده بسبب ان انا ما حصلش ابزوربشن. تمام، بعد كده التريبتوفان بيقول لي ويستوليت التريبتوفان لو التريبتوفان يبدا في البلاد ده is able to make sufficient amount of niacin او فيتامين بي 3، بدا فيتامين بي 3 ما يتكونش وده اللي هيبدا يعمل لي مشاكل في الجسم. بعد كده الامينو اسيد اللي هتبدا تتكون في الانتستينال اليومن بيبدا يتحوله بالبكتيريا اندو اندوليك كومباوند. الاندوليك كومباوند دي هي توكسيك للسي ان اس، هي اللي هتبدا تعمل هي اللي هتبدا تعمل لي سي ان اس مانيفيستاشن لما بدات الامينو اسيد يتحول لاندوليك كومباوند. تمام كده، تمام. ايه كلينيكال مانيفيستاشن؟ هو بيقول لي هارت رمزيز ديورنج انفانسي، ايه ده يدي لي يعني حاجات مش سبيسيفيك، هو فوتو سنسيفتي سرايف حاجات برضه سي ان اس، الاتاكسيا سي ان اس، النستاجمس التريمور، الحاجات دي كلها حاجات مش سبيسيفيك للبلاجرا. تمام، بيقول لي ان الموست سيمتومز اكر سبورادكلي، يعني كل شخص لوحده كده، يعني مش مره هتلاقي الموضوع ده معدي وتنتشر في الحته دي، لا تلاقي مره حاله ظهرت في بلد كذا، حاله ظهرت في كذا كذا، ده بسبب ديفيشنسي في النيكوتينيك اسيد او النايسين. بعد كده بيبدا يقول لك ان الراش ده ديفلوب ان بارتس اوف بادي اكسبوز سن، الاماكن هيبدا يظهر فيها الشمس او الجلد اللي هيتعرض للشمس هيبدا يظهر فيها الموضوع ده، ويبدا يحصل سي ان اس مانيفيستيشن بسبب الاندوليك كومباوند اللي احنا قلنا عليها من ترتديشن شورت ستيتشر وهيدك والانستي جيت والحاجات، يعني حاجات مش سبيسيفيك وسايكاتريك بروبلم، كل حاجات سي ان اس. تمام، دي برضه بعض السيمتومز اللي ممكن تظهر عليه عشان نشخص البلاجرو ده. بدنا ايه نعمل يورين اناليسيس، هلاقي في اليورين هلاقي طبعا الامينو اسيد كتيره، هلاقي الاندول كومباوند اللي احنا قلنا عليها، هلاقي ان التريبتوفان من الامينو اسيد اللي موجوده في اليورين. طب عشان انا اعمل تريتمنت هل من بره ممكن ادي تريبتوفان؟ طب تخيل انا ادي التريبتوفان ونزل المعده هيمتص؟ لا مش هيمتص، الحل مش في التريبتوفان، الحل عندنا كان المشكله في ايه؟ صح، في النايسين او الفيتامين بي 3. يبقى المشكله ان انا هديله من بره فيتامين بي 3 ديلي سابلمنت ويز نيكوتينيك اسيد، دي حاجه. بعد كده هبدا اقول له هاي بروتين دايت كان اوفر كام ذا ديفيشنت ترانسبورت نيوترال امينو اسيد، هبدا اديله بروتين كتير عشان اللي عماله افقده ده هبدا اديه، لان مش الامينو اسيد التريبتوفان بس اللي بيتفقد، لا ده في امينو اسيد كتير. اخر حاجه افويدنج اكسبوجر تو سان لايت، مش هبدا اعمل اكسبوجر سان لايت لان الفيتامين اللي كنت باخدها دي كانت بتساعدني في الموضوع ده وكانت بتحميني من حاجات كتير، فدلوقتي مش عندي فيتامين بي 3 كده يقدر يحميني، لا ده انا خلاص هقلل التعرض للشمس اللي انا بعمله واللي عشان الفيتامين بي 3 كان بيحميني منه. يبقى احنا كده خلصنا كيس الرابعه واخر رابعه. اخر حاجه نبدا بس نقول كلمتين، الميتابوليك ايرور في الهيستيدين، هيستيدينيميا وده ديفيشنسي في الهيستيديز انزيم اللي كان بيكسر الهيستيدين. اخر حاجه تاني حاجه يوركانيك اسيديوريا وده ديفيشنسي في اليوركانيز انزيم. تالت حاجه هو فوليك اسيد ديفيشنسي وده بسبب انكريز الاماونت اوف هرمون جلوتاميك اسيد، واللي بيحصل له اكسكريشن في اليورين لما الفجرو ده يزيد في اليورين ببدا اتنبا ان هو في فوليك اسيد ديفيشنسي وده دايجنوستيك تيست للفوليك اسيد ديفيشنسي.
وفي الاخر اتمنى ان شاء الله تكون كانت محاضره خفيفه عليكم وما طولتش عليكم، ولو في اي حاجه طبعا احنا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.